في زيارة رعوية خلال ظروف الحظر التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، قام سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس بزيارة لمحافظة الكرك، استهلها بإقامة خدمة قداس الإله في كنيسة القديس جورجيوس وسط مدينة الكرك. إلى التفاصيل. في زيارة رعوية هي الأولى من نوعها بعد الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، قام سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثوذكس بزيارة لمحافظة الكرك. رافق سيادته قدس الأرشمندريت فيندكتوس كيال الوكيل البطريركي في شمال الأردن، والشمامسة صفرونيس حنا، وسابا الحوراني، ومعالي وزير الأشغال السابق سامي الهلسة، حيث كان في الاستقبال هناك قدس الإيكونوموس أنطونيس مدانات، والإيكونوموس قسطنطين هلسة، والإيكونوموس يوحنا حماتي. وقد استهل سيادته الزيارة بإقامة خدمة قداس أحد أباء القديسين المجتمعين في نيقيا من كنيسة القديس جورجيوس الكرك. وأشار سيادة المطران في كلمة ألقاها في نهاية القداس إلى أن كنيستنا المقدسة رتبت أن تضع الأحد الأول بعد عيد الصعود أحد أباء القديسين المجتمعين في نيقيا، لتؤكد على خطورة البدع والهرطقات أن تدخل جسد الكنيسة ويبقى خالي منها، مؤكدا سيادته إلى أن أحد أباء القديسين 318 هو بمثابة تذكيرنا على مسؤولية وقوفنا أمام المنبر الإلهي لكي ندان. فعلينا أولا أن نحفظ أنفسنا بالتوبة، وثانيا بحسن العبادة وبأرثوذكسية الرأي، حتى نحفظ أنفسنا من أي لوم أو أي شائبة. وأكد سيادته إلى أنه خلال هذه الأزمنة الصعبة علينا أن نتمسك أكثر بكنيستنا وإيماننا لكي نجاهد جهاد الإيمان الحسن الذي يبقينا في بر الأمان، لأنه أي شائبة في العقيدة وفي الإيمان اللي بيمس إيماننا بتشوه وبتصير علاقتنا فيها خلل، بالتالي ما بنقدر ولا نلتقي في ذاتنا ولا بالقريب ولا بالله. فقط من خلال إيمان صحيح وحياة روحية سليمة اللي نابعة من عقيدة سليمة بنقدر إنه نلتقي مع الله، لأنه الله هو الحق، هو النور، هو الحياة والقيامة. عنا نور واحد، نحن حياة واحدة، عنا قيامة واحدة، هو المسيح إلهنا المتجسد وما كشف. في السماء لم ينزل أحد من السماء إلا الذي نزل من السماء، يسوع المسيح هو اللي خبر. ونحن هون اتعلمنا والكنيسة اتعلمت وحافظت على هذا الإيمان ووضعته في قوالب إيمانية عقائدية، وحافظت عليه طيلة 21 قرن من الزمن. مسؤوليتنا أبنائي إنه نحن كمان نحافظ على إيماننا الأرثوذكسي، ما نقدر ولا نسمح إنه يمسوا أي شائبة، وما نتشوش من كتير أمور، لأنه نحن في زمن التشويش، وبالأخص من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتحاول كتير مرات تشوش ذهن الإنسان، تشوش قلبه، تشوش إيمانه، وبالتالي تخليه إنه يبلش يفكر بالأمور من طرق عديدة. اللي نحن دائما بالإيمان منبحث ومنكتشف الحقيقة الموجودة في الكنيسة، في كنيستنا المقدسة، من خلال عيشنا حياة توبة، من خلال حياة صلاة، من خلال حياة نقية اللي منقدمها لربنا، اللي هي بتعطينا جناحين حتى نطير للسماء، وبالتالي نقدر إنه نعيش إيماننا المستقيم الرأي. بدوره أكد سيادته على ضرورة التزام المؤمنين بكافة الإجراءات المتبعة التي تحفظ سلامة الجميع بعد صدور قرار فتح الكنائس أمام أبنائها المؤمنين، متمنيا سيادته أن نحافظ جميعا على هذا الإنجاز ولا نضيع تعب من أوصلنا إليه. نرجو منكم أبنائي أنكم إن نلتزم بهذا الشيء، كل ما التزمتوا رح تساعدوا الدولة إن نبقى بهذا النجاح والإنجاز اللي وصلنا له، وبالتالي هذا رح يساعدنا حتى كنائسنا تفتح
أكثر وأسرع بأعداد أكبر من أبنائها. وبالتالي نكون كلنا مع بعضنا البعض، لأن نحن بشوق إن نلتقي فيكم في الكنائس، لأنه حقيقة قلبنا بدمع لما منشوف كنائسنا فاضية، ولكن وإن كانت فاضية أنتم موجودين معنا، لأنكم موجودين في قلوبنا في ضمائرنا، وأنتم حاضرين معنا دائما في صلاتنا ومرفوعين أمام المنبر الإلهي. أبنائي، الأحد القادم بيكون عندنا أحد العنصرة، حلول الروح القدس على التلاميذ في اليوم 50، عيد عظيم في الكنيسة، من أكبر أعياد الكنيسة، والحمد لله رح يكون اليوم الأول عيد العنصرة اللي فيه رح تفتح الكنائس. ربنا يبارك هاي المسيرة، يحمي وطننا العالم ويحمي البشرية بأكملها من الوباء ومن كل الأعداء والأمراض المنظورين وغير المنظورين. وعقب خدمة القداس اجتمع سيادته مع آباء المحافظة وناقشوا أمورا عديدة تخص منطقة الجنوب ورعيتها ووضع خطة عمل خلال مرحلة ما بعد وباء كورونا ونتائجه، كما أكد سيادته بضرورة وأهمية مشاركة لجان الرعاية في الجنوب بدورات المطرانية التي تقيمها وتفعيل دور لجان الرعاية في كافة محافظات المملكة. وفي الختام شكر الآباء الأجلاء سيادة المطران خريستوفورس على زيارته الرعوية التي كان لها الأثر الإيجابي في تحسين وتطوير العمل الروحي والرعوي في المحافظة. رئيس الصاقفة القسطنطينية الذي أقام من القداس الإلهي لسنين عديدة يا سيد، لسنين عديدة يا سيد، لسنين عديدة يا سيد. بصلوات بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. صلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم.